الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على كل حال، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الإسلام أحبتنا الأكارم كله أخلاق، بل الأخلاق كلها منبعها من الإسلام، فالله تعالى أمرنا بتحسين الخلق. ومن أعظم آية الذكر الحكيم التي امتدحت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى في حقه: إنك لعلى خلق عظيم. فهذه من أعظم المدائح التي امتن الله تعالى بها على نبيه، أن قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاقنا وحسن تعاملنا وتسامحنا وعفونا وإكرامنا وجملة الأخلاق التي نسمعها ونعرفها هي ركن ركين وأصل متين من أصول هذا الدين. وجب علينا جميعا أن نبادر إلى تحسين أخلاقنا وإلى الالتزام بأمور ديننا ما استطعنا لذلك سبيلا. وهذا الكتاب الذي نقرأه يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا من آداب الإسلام، فيبدأ بأحد الآداب الجليلة وهو أدب الحياء. يقول: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. ما الحياء؟ سنذكر الأحاديث، والنووي رحمه الله سيأتي على تعريف الحياء من قبل بعض أهل العلم. لا بأس حينما نقول النووي أن نذكر أنه عالم جليل ولد في نوى القرية أو المدينة التي تقع في جنوب سوريا إلى اليوم. ولد فيها وعاش فيها، ثم انتقل إلى دمشق، ثم رجع إلى نوى وتوفي بها. لذلك لما ينسب يقال النووي، أنه كثير من الناس قد لا يعلم لماذا يسمى بهذا الاسم، فهو من تلك البلاد. ولد سنة 31 و600 للهجرة، وتوفي سنة 76 و600 للهجرة، يعني عن 45 عاما، عاش فقط 45 عاما رحمه الله تعالى. فهو عالم جليل وله أشياء كثيرة من فضله، لكن وقع في نفسي أن أذكر لما نقول النووي ومنتسب إلى تلك البليدة ولم تكن معروفة وعرفت به رحمه الله تعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. قلت: أنا العبد الضعيف. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. في رواية البخاري زيادة على ما جاء به النووي رحمه الله تعالى، وجاء يعني جزء من الحديث. قال: الأخ لما يعظ أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي، حتى كأنه يقول أضر بك. هذه رواية البخاري، يقول لصديقه لأخيه: إنك تستحي، يعني أنت تستحي كثيرا. لماذا هذا؟ حتى كأنه أضر بك، أي الحياء. فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. دعه، فإن الحياء من الإيمان. أنا منذ قليل قلت: لا يأتي إلا بخير، لقلت من الإيمان، من الإيمان. نعم، من الإيمان، في لفظ آخر لا يأتي إلا بخير. هنا: دعه، فإن الحياء من الإيمان. لا بأس أن نأتي بتعريف الحياء ثم نكمل الأحاديث. قال النووي: قال العلماء: حقيقة الحياء، ما هو الحياء؟ خلق يبعث على ترك القبيح. خلق من أخلاق الإنسان يبعث، إيش الأشياء القبيحة؟ دينا وعرفا يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يرحمكم الله، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. إنسان له حق علي، أنا أستحي أن لا أؤدي له حقه،
قال وروينا يقول عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى، وهذا عالم جليل من علماء المسلمين ومن أوائل من تكلم فيما يسمى بالتصوف. الآن إلى الآن أهل التصوف يقولون الجنيد حامل لواء الطريقة وكذا وكذا وكذا، هو عالم محقق من علماء المسلمين، فقيه محدث كذا، وجمع إلى ذلك كان من أوائل من تكلم بما يسمى التصوف، وليس الآن موضع بسط معنى التصوف. التصوف عموما هو الأخلاق، هو التحلي بالأخلاق الإسلامية، هذا التصوف الحقيقي لا تصوف المدعين. فهناك مدعون لأشياء كثيرة في عصور المسلمين كلها لا شأن لنا بها. التصوف الحقيقي هو الالتزام حقيقة بأخلاق الإسلام. نعم، قال أبو القاسم الجنيد يقول الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. إيش الآلاء؟ رؤية الآلاء أي النعم، نعم الله عليك، أنظر إلى نعم الله ثم أنظر من الجهة الأخرى ماذا فعلت بي، أنا مقصر جدا، آتاني بصرا ماذا شكرته عليه، قليل آتاني قوة ماذا صنعت بها، قليل، وهكذا. فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، دائما هذا الإنسان سماه الهدوء اللطف الإحسان رؤية تقصيره تذكر نعم الله، هذه الحالة تسمى الحياء. نعود إلى الحديث الأول، هذا الصحابي ينصح أخاه، أنت كثير تستحي، ليش خفف شوي، خلاص الدنيا بدها تجرد، صحيح بدها تجرد لكن ما بدها قلة حياء. مصابنا اليوم، واخترت هذا الباب كما تعلمون أن تقي بعض الأبواب، الكتاب كبير لما له من أثر في مجتمعنا عموما. الآن شأن عدد من الناس، لعلهم عدد كبير، قلة الحياة، قلة الحياة. انزل إلى شوارعنا، إلى أسواقنا، بل ادخل إلى بيوتاتنا للأسف لتسمع قلة حياء ما رويت قط. انزل إلى جامعاتنا، مراكز العلم، هكذا يجب أن تكون، لترى الشاب يمزح مع صديقه فيذكر فرج أمه، بمزح معه عبد الكشف بقول له أختك أمك بذكر فرجك، فيضحك الصديق، يضحك الصديق، يضحك، يسار أن ذكر فرج أمه. ما هذا؟ هذا الذي نتكلم عنه، أين الحياء؟ أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ سبحان الله. أما في أسواق المسلمين، في أسواق من يسمى بالتجار أو بصغار الباعة والكسبة وبائعي الخضار وغيرهم، فكل ثلاث كلمات الرابعة هي سباب أو شتيمة أو كلام مقذع أو فاحش، كل ثلاث كلمات والرابعة، هذه تسليتهم، مزاحهم أو سخريتهم أو أي شيء، هذا واقع. أنت مسلم؟ نعم. الحياء مطلوب منك، فاضبط نفسك، يعني ينبغي علينا الآن ما يسمى بالخجل، إيه اخجل، اخجل من الله واخجل من نفسك واخجل من دينك، استحي من الله حق الحياء، اضبط لسانك عن هذا الكلام الفاحش البذيء الذي يدني صاحبه والعياذ بالله من النار، لا يقربه لا من الجنة ولا من الخير. وكفانا كمسلمين، وكفاكم يا إخوة الشباب، كفاكم انفلاتا بألسنتكم، هذا ليس مزاحا، بل إنني أسمع في بعض الطرقات إناثا نساء يداعبن بعضهن بالسباب فيذكرن عوراتهن. الله أكبر، الله أكبر، زينة المرأة حياؤها، فإن فقد الحياء ضاع كل شيء فيها، كل شيء فيها ذهب ولا قيمة لها على الإطلاق. سبحان الله، كيف تطيب أنفس بعض الناس أن يفعل هذا؟ كلنا يخطئ، يخطئ، لكن كما قلت صار شعارا عادة، طريقة في الحياء أن أسب وأشتم وأذكر العورات واستغفر الله، ماذا؟ كل كذا، كل النجاسة، كل قليل، الصديق والجار والرفيق والبائع ولده، كل نجاسة. لماذا هذا الأسلوب؟ لماذا هذه الدناءة؟ لماذا قلة الحياء؟ لما؟
نحن ديننا دين الحياة، دين الأدب، دين اللطف، دين حسن التعامل. نخطئ ونخطئ، لكن ليست حياتنا قائمة على قلة الحياة، بل قائمة على الحياة. وإذا قللنا من الحياة نستغفر الله. لذلك لما سمعه يقول أضر بك الحياة، يعني أنت عم تخجل كثير من أشياء، فما عم تقول للناس، تستحي من هذا لا تقول له، تستحي من هذا لا تقول له. أضر بك، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. لطف الإنسان، حسن تعامله، ضبطه للسانه، هذا من الإيمان. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. الحياء من الإيمان الحديث الأول، وهو في البخاري ومسلم، وهذا الحديث الثاني كذلك. الحياء لا يأتي إلا بخير. سبحان الله، ما أجمل الحديث النبوي. لا يأتي إلا بخير. الإنسان اللطيف الكريم المحسن الذي دائما يرى نفسه كما قال الجنيد مقصرا، أنا مقصر فأستحي من تقصيري في جنب الله وفي حق العباد، أرى تقصيري فأستذكر تقصيري وأتوب إلى الله تعالى. هذا شأن المسلم. قال وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال النووي البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة. لما قال الحديث النبوي الحياء 64، يعني ما بين 63 إلى 70، هذا يعني كلمة بضع. لما نقول جاء بضع رجال أو بضعة رجال، يعني من 3 رجال إلى 10 رجال. نعم. قال والشعبة الخصلة والقطعة، والإماطة الأذى، الإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كشجر وحجر وطين ورماد وقدر ونحو ذلك، أي شيء موجود في طرقات المسلمين أبعده عنه، أبعده عن طريقهم حتى لا يؤذيهم. كم هذا الخلق الرفيع أيضا نحتاجه، سبحان الله. إماطة الأذى عن الطريق، يا الله. الآن بعض الناس يأتي من سيارته يرمي بها، فإن سقطت في السلة جاءت له كرة السلة بسيارته، لا ينزل، يأخذ الكيس يرميه، فإن دخل جاء، وإن لم يدخل يعني كمان 3 نقاط عنده، وابنه من بعد، ابنه ب10 نقاط، ابنه من بعد 3 أمتار يرمي ويمضي. فإن تفسخ الكيس ملأ الشارع لا حرج، لا حرج قط. والله ليست هذه أخلاق الإسلام، أبدا ليست أخلاق الإسلام. بل الأعجب أنني رأيت بعض الناس يرمي بكيسه من أعلى بيته إلى الأسفل. نعم من الطابق العلوي إلى الشارع، وانتهى الموضوع، وكفى الله المؤمنين القتال. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وبعض الناس هو يضع الأذى في طريق المسلمين. قصة قديمة أذكرها جرت معي أنا، كنت في أحد أحيائنا القديمة كنت أسكن فيه، قديمة يعني أكثر من 20 سنة أكثر. المهم كنت نازلا من إحدى الحافلات، نزلت فوقفت لحظات لأقطع الشارع، شعرت أو ألهمني الله لست أدري الآن بأن شيئا قريب مني، فابتعدت خطوتين فإذا بكيس مملوء حجارة يسقط إلى الأرض. الطابق الرابع إنسان محترم يرمي بكيس مملوء أحجار، لو نزل علي لمت في وقتها. ألهمني الله أن أبتعد خطوات، بعد ثوان فقط، ثانيتين نزل الكيس، وجاء الناس فبدأوا يشتمون. قلت لهم لا تشتموا أحدا، لو كان عنده الحياء لما فعل وانتهى، لو في ذرة حياء ما فعل هذا. من الذي فعل؟ الله أعلم، لعله رجل، لعله امرأة. سبحان الله، سبحان الله. و
وإماطة الأذى عن الطريق أدناها، أي من شعب الإيمان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أشد حياء من العذراء في وجهها، لا يقابل الناس بالقبيح مباشرة، يهاجم الذي أمامه فيشتمه فيضربه فيسبه فيؤذيه وهكذا، فيحرجه فيضايقه. أشد حياء، كيف المرأة اللطيفة الشابة التي تستحي حقا عذراء لم تتزوج في خدرها في بيتها، لا تقابل أحدا، تخشى يعني من مقابلة الرجال، تستحي، يحمر وجهها خجلا وحياء. كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. هو أبو اللطف، هو سيد أهل اللطف والكرم والفضل والإحسان. قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. رأى تصرفا خاطئا من إنسان، أو سمع كلمة غير مناسبة، يتغير وجهه الشريف، لا يكلمه مباشرة، قد ينصحه لكن بعد قليل حتى لا يحرجه في وقته، لكن هو يتأثر من شدة حيائه، يتغير وجهه. سبحان الله، هذا الحياء كما قلت كرم، هو كرم، هو لطف، هو إحسان، هو حسن خلق نحتاجه جميعا أحبتي في المبادر إليه. قال: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. السر ما يكون بين اثنين كما قال أهل العلم، فإن صار بين ثلاثة ما عاد سرا. السر ما يكون بين اثنين، بيني وبينك، فإن صار بين ثلاثة أين السر؟ فإن صار بين أربعة أين السر؟ قال: يعني ألغي مطلقا؟ لا، إذا اشترط وتوصي به بقي سرا. أصله ما يكون بين اثنين، فإن كان بين ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو جماعتين مثلا وأوصي بحفظه احتسب سرا وكان سرا. قال: باب حفظ السر وأوفوا بالعهد. جاء بهذه الآية لأن في معناها يتضمن حفظ السر. إذا أسر الإنسان إلي بشيء، إنسان أخبرني عن حالي، قال لي: يا أخي أنا مريض بكذا وكذا، لا تحدث لأحد، والله فلان يا جماعة تعرفوا إيش به، مرضان بكذا. هو لو كان يريد أن يتكلم لكلم الجميع، ما كلم الجميع، أسكت أنت، لا تحدث بماضي أحدا. فلان يحبني، سارني فقال: ولدي فلان يؤذيني، يعقني يا أخي، لأنه يحبني سارني، فآتي أنا: تعرفوا ابن فلان قليل أدب، إيش ساوى مع أبوه؟ طيب لماذا تتكلم أنت؟ من قال لك أن تفشي هذا السر؟ إذا أراد أن يتكلم على ابنه فيتكلم أمام الناس، ولكنه قال لك أنت، لماذا تتحدث؟ أتدري ماذا صنعت زوجتي؟ تركت وخرجت من البيت، وأنا لا أدري ما أصنع، بما تنصحني يذهب؟ تعرفون زوجة فلان تركته؟ هذا من قلة، لأنه بخيل. طيب من قال لك أن تتكلم؟ ومن قال لك أن تصفه بالبخل؟ حفظ السر، حفظ السر. إنسان حدثني بشيء هذا سر، لذلك ورد في حديث: إذا حدثك، لعله رواه الطبراني، إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. يعني التفت عطلع في حدا شيء ولا لا، فهو أمانة. فاحفظ لسانك، لا تفشي لأحد، ما تحكي لمخلوق. سبحان الله، سيأتي معنا من الفضائل كم صنع الصحابة في ضبطهم للسر لما يوصي به بعضهم بعضا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
هذا أيضا من أخلاق الإسلام، ويدخل في حفظ السر ويدخل في الحياء، الباب الذي سبقه. ما هو؟ الرجل يأتي زوجته، الرجل يفضي إلى المرأة، الإفضاء كناية عن إتيانها، عن جماعها، وتفضي إليه، يعني يجتمعان كذا، يكون بينهما أشياء، كلام، تصرف كذا. قال ثم ينشر سرها. هذا يفعله والعياذ بالله بعض قليلي الأدب، قليلي الدين. لذلك وصفه الحديث إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. يسهر مع أصدقائي، والله عملنا كذا، ماذا تصنع أنت؟ سبحان الله، كيف تطيب نفسك أن تذكر ما جرى بينك وبين أهلك؟ عجيب. لذلك هذا من أشر الناس منزلة يوم القيامة. أولا هذا سر، ثانيا هذا من قلة حياء هذا الإنسان أن يفشي هذا الكلام. طلع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيبت بنته حفصة قال، السيدة حفصة ابنة سيدنا عمر تأيمت، يعني مات زوجها، يقال الأيم من مات زوجها، والأيم من ماتت زوجته، فالأيم كلمة تطلق للذكر والأنثى. لذلك قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيامى جمع أيم، والأيم من مات زوجها أو ماتت زوجته أو من لم يتزوج أصلا أيضا، هذا يسمى أيم. الأصل من مات زوجته أو مات زوجها. تأيمت زوجها، كان مسلما صحابيا، أصيب بجراحات واستشهد، خنيس، لعل اسمه خنيس رضي الله عنه. قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، يعني توفي زوجها، انقضت عدتها. لا ننسى هذه القضية. الآن أسمع قصصا عجيبة، امرأة تطلق أو يتوفى زوجها، وبخاصة في هذا العصر الذي جرى ما جرى فيه من البلاء علينا وعلى المسلمين. يسافر الزوج، تسافر الزوجة، يجري شيء، المهم إما يتوفى الزوج أو الزوجة أو كذا أو تطلق. بعد 10 أيام نسمع تزوجت المرأة، مو مسافرة، لا أحد يعرف بها، تزوجت المرأة. هذا زنا، هذا زنا. قال إيش؟ يجب أن تقضي عدتها، فإن تزوجت أثناء العدة فهو في الشرع زنا. سبحان الله، انقضت عدتها. عمر رضي الله عنه مضى، رأى عثمان، قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. من العارض؟ أبو الفتاة. على من يعرض؟ على فضلاء الصحابة. فهل هذا جائز؟ إذن جميل، جائز، لا حرج فيه. عندك بنت، كما تطلب الزواج لابنك اطلب الزواج لبنتك، بالحلال، بالأدب، بالحياء كما أشرنا، بكامل الأدب. رأيت إنسانا فيه أهلية، أو كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها، أرسلت صديقتها بأسلوب معين، أشارت إلى رسول الله أنها تريد الزواج منه بأسلوب لطيف مهذب كله حياة. أرسل إلى شخص يقول لذاك الشاب أن عندك ابنة مهذبة مؤدبة ذات دين، يعني لو تزوج بها فلا بأس، ليس في هذا من حرج، وليس من قلة الحياة، بل فيه اللطف والأدب، وفيه طلب الخير للناس. عرض على عثمان فقال سأنظر في أمري. فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. صحابة لطفاء في التعبير، يعني يوم هذا بكرة سيتزوج، لا، كأنه يقول يعني اعذرني بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت، يا المتكلم عمر رضي الله عنه، إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، يعني لم يجبني بشيء. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أوجد بمعنى أكثر تألما، تألم من جواب عثمان، لكن عثمان
ذكر ما عنده. أي إنسان يقول عرضت عليه ابنتي لم يقبل، هذا بمعنى أوجل، يعني تأثر قليلا. أما أبو بكر لما سكت قال أيجيب فليجبني، ما أجابني بشيء، ليش ما رد علي؟ فتأثر سيدنا عمر، قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، أنت تأثرت مني، لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب حفظ السر، حفظ الأمانة. سمع رسول الله يقول أريد حفصة أو يلمح إلى حفصة، لعل رسول الله في اليوم الثاني لا يريدها، فإن أخبره سيكسر خاطر عمر رضي الله عنه، ورسول الله سيحرج أمام عمر لأن أخبره أنه يريدها ثم لم يردها. حفظ السر، فلنتدرب على هذا الشيء، فلندرب ألسنتنا، لا نتكلم بشيء. قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها، أنا ما عندي مانع، ولكن لما ذكرها كيف أقول؟ رواه البخاري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كنا بمعنى كانت أزواجه عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كيف يمشي بأبي هو وأمي؟ تمشي هي مثله رضي الله عنها، قطعة من أبيها، لذلك ورد في الحديث أنها سيدة النساء رضي الله عنها. من الذي يصفها أحبابي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. لعن الله من يفرق بين الصحابة، لعن الله من يفرق بين الصحابة رضوان الله عليه. التي تمدحها بهذه المدحة هي السيدة عائشة، من؟ يعني زوجة أبيها، مرتبوها عم تحكي على بنت جوزة، كيف تحكي؟ كيف تذكرها؟ بألطف الصفات، بأشرف الصفات، سبحان الله. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم حسن تعامل مع بعضهم، وإذا جرى بينهم في يوم من الأيام شيء فقدروا الله وتراجعوا عنه. أما أن يكون في قلوب بعض الناس شر على بعض الصحابة فهذه مصيبة وبلاء ما بعدها مصيبة. التي تمدحها بهذا المدح الجميل السيدة عائشة زوجة أبيها، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. سارها بالعم وشوشا، قال لها في سرها إذا كان المجلس يتضمن عددا من الناس فساررت من بجانبي فلا حرج، أما إذا كان المجلس مؤلفا من ثلاثة أشخاص فقط فساررت من بجانبي لم يصح هذا، يحرم أو يكره كراهة شديدة. لما ورد في حديث في موضع آخر إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. هذا قلبه بقول شعب أمروا علي هدول، ليش عم تحكوا لوحده ما عم تحكوا قدامي؟ ليش ما عم تسمعوني؟ أكيد عم تفقوا علي، بدي يقتلوني، بدي يسرقوني. فإن كانوا ثلاثة فقط لا يصح مثل هذا، فاحذر إن كنت في مجلس. أما إن كان المجلس كبيرا كهذا المجلس، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا عنده وابنته موجودة وهكذا، فسارها لا حرج في هذا. قال فبكت بكاء شديدا رضي الله عنها، فلما رأى جزعها ألمها سارها الثانية فضحكت،
فقلت لها خصت رسول الله من بين نسائه بالسرار، يعني بالسر بالحديث الخفيف، ثم أنت تبكين، يعني كأنها تواسيها، يعني ليش زعلاني؟ لا تزعلي، سيدنا النبي كرمك وحكى معك وحدة، معناها بحبك، ليش زعلاني عم تبكي؟ سيدة عائشة تواسيها، بعد أن رأت بكاءها ثم ضحكها تواسيها. قال فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله؟ فقالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، لو أراد أن يخبركن لأخبركن، لكنه التفت إلي وسارني، فهذا سر أنا لا أحدث به أحدا. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سيدة عائشة عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الجملة فائدة عظيمة جليلة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عزمت عليك بما لي عليك من الحق، يتساءل هي زوجة أبيها ما هذا الحق؟ قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، سبحان الله، هي أم المؤمنين بنص القرآن، فهذا حق على السيدة فاطمة فمن بعدها إلى يوم القيامة. لا نذكر نساء رسول الله إلا بالتعظيم والتكريم، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، خصهن الله من جميع النساء بهذا الوصف الكريم الجليل. ولا بأس أن أنوه، بعض الإخوة يتغارف أحيانا فيقول والله جيد من عند زوجتي، جيد من عند أم المؤمنين، لا تقل هذا بالله عليك، لا تجعل زوجتك وزوجته وكذا وكذا نساءنا المقصرات ونحن المقصرون أمثالهم، لا تجعلها بمثابة زوجات رسول الله، احذار احذار، هذا ليس في دعابة، هذا قلة أدب. إيش أم المؤمنين؟ قال أولادي مؤمنين، من قال لك أنهم كفار؟ لكن أنت تشبه زوجتك بأمهات المؤمنين، سيدات نساء البشر عبر التاريخ، احذار، آفات اللسان كثيرة، لا تقل مثل هذا. فهذا هو حق السيدة عائشة على فاطمة رضي الله عنها. فقالت أما الآن فنعم، الآن ما عدا الأمر سرا، صاحب السر صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، ما عدا الأمر سرا. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، أنا سأموت فإذا مت فلا تحزني، فاتق الله واصبري. فلذلك بكت ذاك البكاء الشديد رضي الله عنه، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك، يخبرها بذلك، أنا سأسبقك فأدعو الله أن يزيدك فضلا وكرامة، نعم السلف، السلف هو الذي يسبق الإنسان، نعم السلف لك. قال فبكيت بكاء الذي رأيت، هذا سبب بكائي. فلما رأى جزعي أي تألمي وبكائي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت، متفق عليه. أما ترضين؟ ألا ترضى رضي الله عنك. وفي لفظ آخر في الصحيح إنك لأول أهلي لحوقا بي، أول أقربائي سيلحق بي، وهذا ما حصل، وكلام الله وكلام رسوله لا يلحقه الخلف أبدا، لا يلحقه الخلف، بمعنى لا يمكن أن يتغير، سيحصل بإذن الله تعالى. فما بقيت ولا وما لبثت بعده إلا ستة أشهر ثم لحقت بالله تعالى، سبحان الله.
قال وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علي فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قال إنها سر يا الله. كيف لا تتحرك مشاعرنا وقلوبنا وأحاسيسنا إكراما للصحابة وإعظاما وإجلالا وابتهاجا وإعزازا لمكانة هؤلاء الفضلاء، صغار السن منهم كبار القدر فينا. أنس رضي الله عنه لما جيء به إلى رسول الله يخدمه كان عمره 10 سنين فقط، يعني هلا لساته صف ثالث رابع، هذا هو. رآه رسول الله يلعب مع الغلمان سلم علينا. أول فائدة في الحديث، يسلم على الأطفال، سبحان الله. هذا أيضا يحتاج إلى خلق رفيع. الآن كلنا يعني أو كثير منا الآن على الكبار ما بيسلم، الرجل أنفه في السماء على الكبار، أما على الأطفال هذا سلم على الأولاد منا، دول بشر دول ولا قيمة أصلا، من موجودين على الخارطة النهائية. على الكبار أنا لا أسلم، بس إذا في دكتور بعرفه أسلم عليه، وهي دكتور أو في واحد عنده مصلحة شوي كمان بقى لين أو فلان بقوم على الكرسي يعطيني بخلص برجع بروح على الكرسي، يجوز ما أسلم عليه لا بأس بالدعاء وبأن لله وإن إليه راجعون. من تغير أخلاق المسلمين وطلب الدنيا، سبحان الله، طلب الدنيا يكسر. قال فسلم علينا، سنة السلام ومع الأطفال. فبعثني في حاجة، قال له اذهب كذا كذا، فأبطأت على أمي. تأخر في الرجوع إليها، ما حبسك؟ لماذا تأخرت؟ بعثني رسول الله لحاجة. ما حاجته؟ إنها سر. الطفل ابن 10 سنين يفهم الأدب، لا يخبر أمه بما أخبره به رسول الله. أمه أحق الناس إليه لم يخبرها بذلك، لذلك قلت هم أهل الفضل، أهل العقل، أهل الأدب، أهل الكرامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قالت أمه أم سليم رضي الله عنها، قالت لا تخبرن بسر رسول الله أحدا، يعني تشجعه كأنها تقول ما شاء الله عليك أثبت، لا تخبرن بسر رسول الله أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. ثابت تلميذ أنس رضي الله عنه من التابعين، من فضلاء التابعين، فيقول له لو حدثت به أحدا منذ ذلك الوقت، قد تكون قضية مضى عليها عشرات السنين، لحدثتك به أنت، لكن لم أحدث به أحدا ولن أحدث به أحدا. سبحان الله، سبحان الله، كمال الإسلام، جمال لطفه، جمال أدبه، حسن تعامله، دين الكمال في كل شيء. رزقنا الله تعالى التخلق بأخلاق ديننا الحنيف. الحمد لله رب العالمين.